انا بغيت نفهم هذا السؤال اللي طرحتيه، شنو الجدوى ديالو؟ منو كيفاش حنا كنعرقلو؟ حنا متواجدين، الرئيس عنده اغلبيه ديالو، ومن المفروض الاغلبيه ديالو خصها تكون حاضره من النواب ديالو ومن الاعضاء ديالو، حيت اي رئيس كيشكل الاغلبيه ديالو كتكون قويه، وعليها كيعتمد افتتاح وحضور ديال اي جلسه. حنا ولكن استاذ حنا واش هو اللي كيسير وهو اللي كيسير الزمام ديال الامور ديال المدينه، معيه النواب ديالو والاعضاء ديالو، وهما اللي خصهم يجيو يحضروا، راه هما ما كاينينش. ولو نكونوا حنا وهما ما كاينينش راه ما كاين والو. دابا حاليا دابا كنتواجدوا معاك، حنا كاينين، فين هما الاعضاء؟ راه شوفوا الوراق شحال فيهم، ما فيهم والو، ما عندنا ما نديرو. حنا متواجدين، ولا قال بسم الله حنا ندخلوا هاد الديكومونطاسيون ديالنا، كلشي عندنا. لا حنا رافضين بحال هادشي هذا، حنا بغينا تكون الدوره عاديه. علاش؟ وكما العاده وفايت السي رشيد، انا نسير واحد الاشاره، انا ما كنتش ديك الساعه في المجلس باقي ما التحقتش، كان السي رشيد سابقا كمل المعارضه صنات ودخلوا، قالوا لي السيد الرئيس حنا كملنا لك، قال لهم انا ما محتاجكمش، انا عندي الاغلبيه ديالي. ودابا حنا كننتظروا نورمالمون اللي هاز دخل والهم ديال المدينه راه خصو يجي هو الاول، يكون حاضر هو الاول. علاش ما فهمتش السؤال ديالك استاذه، كتقولي لي حنا اش كنديروا دابا هنايا؟ هذه الجلسة الثانية، حنا جينا حاضرين الفريق ديال المعارضة كله، وخاصة فريق العدالة والتنمية اللي قالوا هما هرب المرة اللي فاتت على ود شي حوايج. سمحي لي، إلا غتاخذي المعلومة خذيها صحيحة، أما غديري لي بحال هكا غادي نحبس هذا، لأن أنت كتشوفيني أنا حاضرة وكتقولي لي أنا ما كايناش. الجلسة السابقة عادية في أي جماعة في أي مجلس تيوقع هذه الواقعة، عدم اكتمال النصاب عادي، ماشي السبب هو الفريق المعارضه. علاش؟ لان الرئيس والاغلبيه ديالو قبل ملي كيشكل الاغلبيه ديالو هو المسؤول على ضمان استمراريه هذيك الاغلبيه، ضمان النصاب، لانه هو كيسير المدينه، ثم التواجد اليومي في الجماعه باش يباشر تغييرات وتنميه المدينه. المعارضه عندها ثلاثه ديال الدورات في خصها تكون حسب القانون، وما عندهاش الحق تدخل شي حوايج اخرى. اذا هي المعارضه كتجي اثناء الدورات كتهضر كتكلم كتنبه كتقترح، لكن للاسف السيد الرئيس ما كيبغيش. حنا ماشي ضد الرئيس، ولكن حنا ننتقد ما يقوم به في المدينه، لان المدينه القنيطره تستحق الاحسن. بالعكس حنا جينا كنا حاضرين، والدليل على ذلك راه صوري كاينه في مواقع التواصل، انني كنت مع السيدات النائبات ديال السيد الرئيس في الباب ديال الجماعه. فاحنا فريق العداله والتنميه ماشي الاخلاقيات ديالنا هذه، الا كنا حنا نساهم في تنميه المدينه وكنا ننبه الرئيس على مجموعه اشياء اللي دابا ولا كيتجي الاستفسارات عليها. هذه من جهه، من جهه ثانيه غنقول لك استاذه راه حنا ما كنخافوش من حتى شي واحد، لان حنا ما دايرين حتى حاجه. ثم كاينه هناك جهات مختصه لمحاسبه المجلس السابق. للاسف كنت كنتمنى ان الرئيس الحالي